بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات
وقيم السيئات وقهم السيئات وقهم السيئات وما تقى السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وقهم السيئات وقهم السيئات وما تقى السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر مقتكم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان لمقت الله أكبر مما قتكم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير. ذلكم بأنه إذا دعي الله
الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات الروح من أمري على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم سريع الحساب صدق الله العظيم.